في الأقصر أيضا كيف يتم التعامل مع الولادة القيصرية أفضل ولا الولادة الطبيعية؟ هل هي مرتبطة برغبة عائلات ولا بيزنس أطباء فلوس أكتر عند الأطباء؟ انتشر في الآونة الأخيرة لجوء بعض السيدات في صعيد مصر للولادة القيصرية بشكل كبير، وتفضيلهن لها عن الولادة الطبيعية تفاديا لخوض آلام الولادة، ولتتمكن المرأة من تحديد موعد الولادة حسب ظروفها مع الطبيب المتابع لها. أسهل بالنسبة للطبيعي، فرق كبير جدا طبعا بالنسبة للآلام لكل حاجة. هو القيصري افضل، يولد 3-4 مرات قيصري ولا مره واحده طبيعي. مريحه بصراحه، مفيش الم ولا اي حاجه، اريح للست وبتخليها يعني كويسه ومرتاحه. كنت متابع دكتور في مصر برضه نصحني بالقيصري. الفتحان احسن من الولاده الطبيعيه. ليه بقى؟ عشان بيتالم وبيقعد يصرخ وبيتوجع، وطبعا لما هو لازم ينزل النيداتي بس تفتحي، طبعا هيدوك البنج مش هتحسي بحاجه، وهيفتحوا وهيطلعوا العين انضف يعني. وعلى الرغم مما كان يصرح به الأطباء بأن الولادة قد تحدد قيصرية كانت أو طبيعية بناء على الظروف الصحية لدى الأم والجنين، إلا أن الخيار الآن أصبح في يد المرأة بغض النظر عن الظرف الطارئ لها. أنا كنا زمان من 20 سنة أو 25 سنة اللي تولد قيصرية دي يعني خلاص بيحضرها لو مأخذة، يعني مشكلة حتى في التعقيم، في المضادات الحيوية اختلفت. كان زمان الواحده تولد في البيت ويجي لها دايه تفضل تولد فيها يومين، وهي ممكن تموت البيت، الست اللي بتولد والعيل يموت فيها برضه. في ستات ما ينفعش تولد طبيعي، الحوض بتاعها ضيق، عندها سكر، عندها مشاكل في الضغط. وفي ستات هي اصلا ممكن تولد طبيعي وتقول لك لا يا دكتور معلش انا عشان احافظ على الجنتالي بتاعتي عاوز احافظ على نفسي ورشاقتي وحاجات، لا انا مش عاوز اوطخ. وفي ستات كتير جدا في الموضوع ده. والله الستات حاليا ما عندهاش صبر لالم الولاده طبعا، فكله يعني الواحده من اول ما بتحمل لغايه ما بتولد مفيش حركه ومفيش، فالدنيا هاديه خالص، مش زي زمان ست من لغايه الولاده وهي بتبقى شغاله في البيت. طبعا الكلام ده مفيش خالص حاليا، يعني هو في ناس كتيره بيبقى الامور الطبيعيه ماشيه معاها اكتر، لكن برضو بتفضل القيصري. يعني بتيجي بتطلب اساسا تقول لي انا عايزه اولد قيصري مش عايزه اولد طبيعي من اول الحمل. يعني لو احنا قلنا ان نسبه الولاده الطبيعيه القيصريه الى الطبيعي 97 من 100، يعني ما بين كل 100 ست بيولدوا في 97 بيحصل لهم عملية شق البطن أو الولادة القيصرية. طيب هل كل 97% دول علشان خاطر الشياكة والقوام الرشيق و لا طبعا، لا طبعا. أعتقد أن النسبة لن تزيد بأي حال من الأحوال عن من 20-25%. باقي ما باقي هي فعلا كانت لازم تولد قيصري لأسباب طبية بحتة. إحنا لما نفهم ان احنا كان عندنا نسبة وفيات امهات عالية في مصر، نسبة الوفيات دي بدأت تقل بعد ما منظمة الصحة العالمية WHO تبنت موضوع تخفيض اعداد الوفيات في اتجاه علمي طبي لتقليل اعداد الولادة الطبيعية لما تحتويه من مخاطر على الام نتيجة التطور اللي حصل في الصعيد. فما بقيش الصعيد القديم اللي هو الصعيد اللي الست بتقعد تولد يومين